طارق 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 الحق مين؟ الحق مين يلحق مين؟ سوري. مين يلحق مين؟ سوري سوري أنا آسف أنا متوتر. أنا متوتر جدا. بس طارق أنت الوحيد اللي هتلحقني. في جالي عرض مهم جدا. مسلسل بان عرب إنتاج لبناني خليجي شمال أفريقي مشترك. اسمه عريس بيروت. طب يا ماجد مبروك. آه الله يبارك فيك بس أصل أنا مبسوط قوي وقلقان قوي. قلقان من إيه يا ماجد؟ هي أول مرة. لا بس أصل هما عايزين نعمل اوديشن انا وسليمان عز وهيختاروا ما بيننا احنا الاثنين. ايه دي سليمان عز؟ انت مش قلت الراجل ده جاله مسلسل؟ ايوه بس ده اهم، يعني لو جاله المسلسل ده هيطنش مسلسله وينط لي بقى في المسلسل. بقول لك يا ماجد خليك واثق في نفسك، انت قبطان. صح. ايوه بس في حاجه ثانيه، في حاجه ثانيه طارق. دلوقتي هم عايزين يقوم بدور واحد لبناني، مافيا هو بس لبناني. طب وايه المشكله؟ هو مش كوميدي؟ كوميدي؟ العم بقلبك شو عم تحكي يا زلمه؟ ده لبناني؟ ايه وحش؟ لا هو مش وحش بس هو مش لبناني. ماجد قول لي كده انت جبت اللبناني ده منين؟ مفيش، امبارح كنت بتعشى شاورما من عند ابو بس شاورما ابو سوري معروفه. ماجد حبيبي انت محتاج تذاكر. ازاي يعني انا في السن ده؟ اتدرب يا ماجد. أنا يعني أعمل إيه؟ أنا آخر واحدة صاحبتها لبنانية صاحبتها من على سناب شات وطلع في آخر كل ده فلتر وهي مصرية بتشتغلني عادي. اتفرج على مسلسلات لبناني، اعزم الأستاذ وائل كفوري على العشاء. وائل جسار، وائل فرج. إيه تعرفه؟ ده أخويا صاحبي كده. طيب أيوة طب وأنت يا طارق؟ وأنت مش صاحبي؟ ماي باك بون ماي بادي مش هتساعدني؟ أنا إيه يا ماجد؟ أنا إيه يا ماجد؟ هو البعيد مفيش دم خالص يا حبيبي. انا بايظ، انا مضروب بالنار، مضروب بالنار حرفيا، مضروب بالنار. سوري سوري يا طارق سوري. طب طارق تقبرني دي تنفع لبناني ولا شاورما؟ يلا يا ديدو